اوكي، الزهرة ما تبشر بالخير. هذا وطن عربي، موطني موطني. إياكم أن تنتهكوا، فاحذروا زغاتها. موطني موطني، الشباب لن يكون همه أن يستقل أو يبين أو يبين. نستقي من الردى ولن نكون بالعجل كالعبيد كالعبيد. والله نجوى نجوى، بكر بكر. هو في عنف حقيقي في داخلك ويظهر. يعني أنا أولا شفت الأداء اللي أنت سويته كثير صعب وأشفقت عليك فيه الحقيقة. أحمد حلمي قام قام صلي، مش أنت خليتني أدمع معك فعلا. برافو عليك، بس مش هزول حاجة تاني. لك مش تأثروا فيه، هدول محترفين يعني قمة الاحتراف بالتمثيل وتأثروا. أنا بعتقد أداءك كان مذهل، بقى أنا بهنيك. أنا كنت بقول لو في 100 بالعالم العربي بيحسوا بالوطن العربي مثلك ما كانش بيصير في حروب بالعالم العربي. بغض النظر عن إذا كان هذا تمثيل ولا حقيقة، أنا حسيته حقيقة، وأنا بعتبر لأني حسيت باللي أنت حسيته، أنا بقول لك أنه بنحني قدام هالمشهد يلي عملته بده كتير أحساس.